بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وبتوفيقه وحنكب الله بين آية كنتن يأفر إلى آية اللحدن يسجعل سورة الأنعام آية دي درسي ورؤدن بيسوحي آهيد ولا تدرد الذين كويها أرين نبي الله محمد يدعون ربهم رب قد عابدي بالغدو بالغدات أرورتي يوالعشي قلبتي يريدون يبغوا الرباء مدون وجهه إله رديه وجهه ما عليك أدقى دش هذا ماها من حسابهم يقل حساب طوضي وحي لدي قيستان من شيء شيء وحي يو قيستان وعمله هذا وحبا كاما سارا وما من حسابك حساب طاضنا هذا وحي أدقيست عليهم دش هذا من شيء ماها وهذا صادع إلى هذا حساب توضع عمل كوضع هذا لقى له حساب تمنى فتدردهم مركا أدريد فتكون مركا من الظالمين مركا وكذلك سيداس قول هذا قال هذا أي مؤمنين تلا يسوقوا امتحاني ينفتنا يسوقوا امتحاني بعضهم قاركوا ببعض قارك كلي ليقولوا الدبدا النهي لهذا امتحان كدرتي هؤلاء كواسي من الله ما الله كوك الله ديسي أوسيي عليهم دو سوضا من بيننا أنك دحيا ديادا ما الله أنك حشي هو اسمح الله قولا ما قبل كوضا أليس الله الله ميانو أهين بيعلمك يوك بالشاكرين تدك حقدون كموحدين تاميانو ألوغي كوا وحو إلهي حق أوافتي وشاكرين حق إثبان وإذا جاءك نبي الله محمد وحلقو يري وإذا جاءك هدي كوي ماذا الذين كوا يؤمنون فمي بآياتنا أيدها يقرمي فقل وحات كتنا السلام عليكم نبت قلية دشينها آهات هردي بن بالله يهددك كو يمد أي كواسي إيري كليهين نبت قليها كاهلان كتب ربكم ربكين وحو واجبيي على نفسه النفتي سأر الرحمة واجبيي إنو مؤمنين تهون حريستو رحمة داس نواة محوال فصلي أنه حال يشاني من عمل قفك عمل فلا ومنكم إذن كذب كنت أسوء عمان بجهالة جاهل نمو السمائية ثم طاب كتب وكان من بعده انت كذب وأصلح عمل كيسة وناجية فأنه ألا غفور كدافو الرحيم الله سبحانه وتعالى مركي وكي للنبي تدك مؤمنين مركي كي مادان كأنه بتقليها كاهلة بتقليها كاهلة فوح مؤمنه كي من سيدي لؤري كرتاوي السلام عليكم كل بالي الله سبحانه وتعالى رحمة بيسكو واجبية أمة ديس رحمة بيسكو واجبية وحاكم ذا قفك جاهل لما درت هذه يعقون ضره حمان أصما يدب ذينا توبة كينا الله ورافع يوين رحمة الله كم تأيتاس وقفك مركو الدم بقال الله ديه ما يدم بيبو قاله هل الجناح أو إيش هكبر حديه ماي مرك النبي وحلو قد شيء ذا تدخل نبي تقليها كاهل يكون راعي وإذا جاءك مركي كوي مادان الذين كوي يؤمنون فمي بآياتنا آيادها فقل وحاتنا سلام النبت قليه عليكم دوشنات يعني واحد به إذن قال يا مجر كتب ربكم ربكين وحكو واجبية على نفسه النفتي الرحمة النفتة اللي الشيء إنكم من نقان قرآن كي كتا الله مركة ثوبة نور رمينين رحمة بيسكو واجبية محايا لرحمة داسي لأنه قال من عمل قفتي عمل فله ومنكم إذنك إذنك إذا سوءا حمان بجهالة أقول الآن ثم طاب التوبة كان من بعده إنتي جهالة أولي متكذب وأصلح وناجي عمل كيسا فأنه ألا غفور كذا في الرحيم ونحرس رحمة الله كمتاي بك علماء دوحي إليهين قفك السوء الدم السمي وجاه دون جاه لها الدم قبل ما السميين وكذلك الصداع لإذن كعدي سورة أول كذا إلى هذا اللي سوغر سيدا اللي إذن كعدي يعني نفصل الآيات آياتها أكل سارسارينا وإذن كشرحينا يولي السبيين وليبا إنا يعداته سبيل المجرمين الدنبيل ياشا وددو إلهي شرحا ديرو إنا سيي إس آياتها بدن إنوغو أقريي وحاوة يسي أينو وحو فهمنه ذاتك مجرمين تي ذاتك مؤمنين تان الله كالا قرتو هذا يسكل الاحتلال توادبات وين مجرمين تلا قصدي على مدار مجرمين تي على مدار أنا وحوي ودد النبي محمد بجر مرسينهم كذلك السداس لا يدين كسر عديي
yaanu nufasilu ayati ayadaha u kala saarsari oo u kala degdegayna u sharxayna wali tajtabina wali bi inay cadaato ya sida la idin ku kala fasliyay sabiilul mujrimina dambila yaasha wadadood qul waxaa tiraba li nabi allah inni anigu hadaan nabi muhammad ahay nihiitu waxa liiganahay oo lii diiday an aabudu inaan aabudo alladina ku tad'una ad aabudaysan min duni illahi ghayrki ah qul waxaa ku tira markale la atabi'u ra'i maayi hawaakum sidaa jicisina anu idin ku raaci maayo qad dalaltu waan lumay hadaan hawadiina raacidan waqtiga waan lumay hadaan hawadiina raaco wama ana ahaan mahay min al-muhtadin kuwa hanu sanna noqon maayo nabiyyu muhammad waxa la yiri u fuuq fuugo aniga waxa aad caabudaysan waa la ii diiday buur nabiyyu muhammad markii jahiligi uu ku dhaxnoola 40 jir ku gaalay waligi waxa jahiligu sameeyaan ma sameeynin muwahid buu ahaa allihiisa aqoonsan oo nadiif ah oo waligi waxa lagu arag buu ahaa marka aniga waxa aad caabudaysan waa la ii diiday buur ha caabudin baa la yiri buur qul yaa ayyuhal kaafiruuna laa a'budu maa ta'buduuna ani saasaa la yiri buur qul waxaa tiraa innii aniga hadda inaguna waynu amranahay ogow waxaa nabiga la amrabeenu amranahay nabiga wax walba inoo soo maraya qul waxaa tiraa innii aniga nuhiitu waa la ii diiday waa la iganahayay an acbudo inaan caabudo alladiina kuwa tadcuuna aad caabudaysaan min duuni illaahi alla kayrka ah ducadu ducaau cibaada iyo ducaau masala labadaba qur-aanka way ku jiraan tan waa ducaau cibaada waa ducadii cibaadada ahayn qul waxaa tidhaa laa atabicu anugu raaci maayo ahwaa'akum idinku saad rabtaan oo jeceshiin ma raacayo qad dalaltu waan lumay idan waqtiga haddaan idin raaco dee waan lumay lumidna waa la ii diiday wama ana anigu markaa noqon maayo min al-muhtadiin kuwa hanuunay qad dalaltu wama ana min al-muhtadiin way islaacsan yihiin qad dalaltu waan lumay idan haddaan waxiina raaco waan lumay wadadii xaqa iska baxay wama ana aniguna miihi min al-muhtadiin kuwa hanuunsan miihi qul waxaa tidhaa innii anigu calaa bayinatin markhaati cad baan ku sugnahay xujo cad oo min rabbi rabbigayga ka ahaatay wakadabtum bihi idinna waa beeniseen xujadii cadayda qur-aanka ahayd idinna waa beeniseen markhaati baan ku anugu waxiina ma raacayo waxayguna waa wax cad weyn maa cindii agtayda ma aha maa tastacjiluuna waxaad dadajisanaysaan bihi maal waxa aad leedihiin noo keen haddaad nin tahay calciqaab noo keen allahuma kaana hada huwa alxaq min cindika waxaasoo kale nagu rid waxaanaad sheegaysaan anugu ma bahayaba allah bahaya waxaa aniga imaba weydiin kartaan wey in ilxukmu xukumku ma aha ilaa lilaah alla mooye allah xukunka haystee anigu maamulka waxba kagama jiro wixii la ii diro baanan u sameeya yaqusu alla wuxuu qisoodaa oo cadeeyaa alxaqa xaqu cadeeyaa qisadu waa sheekooyinka wararkan yaqusu wuxuu alla cadeeyaa oo dadka u qisoodaa alxaqa wa huwa allana khayru faasiliina kuwa wax kala xukuma fasligu waa kala soocid kuwa wax kala xukumo oo dhan buu ka wada sarreeya allah subxaanahu watacaala allah subxaanahu watacaala nabigiisa wuxuu ku yidhi waxaa tidhaa anigu xaq baan ku taagnahay idinna waad beeniseen marka waa kaafiya kala dheeri xaggaynu isaga iman wey xaggaynu wixiina aan ka raaci wey xaggaynu ka heshiinaynaa wey isku midba ma nihin waxaan aad leedihiin balbalaayo keen haddaad nin raga tahay ood wax garanaysana dee anu ma bahayaba allah bahaya allah baa idinku rida amaan idinku ridayn allah sa wuxuu sheega waa xaq qul waxaad ku tiraa innii anigu calaa bayinatin xujo cad baan ku sugnahay socodkan iyo dhaqankaygu waa xujo cad oo min rabbi rabbiga ka ahaaday wakadabtum waad beeniseen bihi xujada cad ee aniga la ii keenayna waad beeniseen maa cindii agtayda ma aha maa tastacjiluuna waxaad dadajisanaysaan oo jiigsanaysaan bihi maa waxaan aad leedihiin war ciqaabkeen iyo balaayo nagu soo rid maba haya anugu ye in alxukmu ma alxukmu xukumku ma aha maamulka iyo wax waliba ilaa lillaahi alla mooye allah wax walba haysa alla idinku ridi amaan idinku ridayn yaqusu alla wuu qisoodaa alxaqa oo dadka wax xaqunbuu u sheegaa wahuwa allana khayru faasiliina kuwa wax kala sooca kuwa wax kala xukumo oo dhan buu ka wada khayr badan yahay qul waxaa tidhaa nabiyullaahi maxamedow waa canaan qul haddaad aragto waa canaan haddaad qul aragto qul waxaa tidhaa low anna cindii agtayda hadduu ahaan lahaa maa tastacjiluuna bihi waxa aad dadajisanaysaan oo nagu rid aad leedihiin la qudiya alamru xaaladda waaba la kala xukumi lahaa baynaba baynaku waa waran kala tegnayn intaan ciqaab dusha idinka saaro
wabu ku kala bixinayaan ma baydan joogteen dana anagu hayo laydan joogteen buuleeyay qul waxaatina law an indi aqtayda hadu yahay ma tasaajiluna waxa dad la jiisanaysan bihi sheyga la qudeel amru xaaladda wala kala xukumila waba lagu kala tagi laha bayni aniga iyo bayni kuwii ka dhixdooda wallahu allah se aalamu ugu aalamu ugu bid zalimeen anagu ma hayo waxaas hadaan hayo waa horan idin ku riidi lahayn ilaahi sa zalimiinta ugu yahay ilaahi baa idin ku riidi doona way allah baa idin ku riidi doon oo ilaahi zalimiinta ugu yahay wallahu allah aalamu ugu yahay bid zalimeena zalimiinta wa indahu alla aktiisa waxaa mafatiixul ghaibi ghaib ka furayaashiis ghaibtiiba wax furale yaa laga dhigay ilaahi baa ghaibka oo kaliya way ghaibtiiba wax daboolana furale baa laga dhigay furayaasha ghaibka allah baa haya la yaclamuha mu'ga illa huwa isaga mooyaane cid ogi ma jiro ghaibka wuxuu anbiyaad ogeysiiyay mooyaane wa yaclamu alla wuxuu ogyahay ma fil barri dibadda dhulka barriga wixii ku sugan iyo walbaxri badda wama shayna alla wuxuu ogyahay tasqudu dhici oo min waraqatin caleena wama tasqudu ma dhacdo wama tasqudu ma dhacdo min waraqatin caleen ilaa dhacdo si yaclamuha alla wuxuu ogyahay walaa xabatin firi ma jirto fi dhulmaati al-ardi dhulka hoosiisa ku jirto mugdiga walaa radbi shay qoyani ma jiro walaa yaabisin ku qalalay ma jiro ilaa uu jirasa fii kitaabin kitaab buu ku sugan yahay mubiinun cad oo lax mafuudka ah mafaatixu lghayb suuratu luqmaan shanta meelood ee ugu dambaysa mafaatixu lghayb waa shanta alla mooye wax oga jirin ee roobku goortuu di-i berri waxaad qaban doonto naftu meeshay ku dhiman naftu meeshay ku dhiman iyo iyo waxa caloosha ku jira waa qaybka wey allah bay u khaasiyey hadda waqtigan xaadirka waxaa la yidhaahdaa waxa dad baa waxay yidhaheen waxa caloosha ku jira waa la ogaaday hadda ka waran waa la ogaaday siday noqon ilaa aqalab lagu ogaadaa jire waxaa la waxayna ogeyn waxa caloosha ku jira goortuu dhalan doono ma oga inuu wax fiican yahay inuu wax xun yahayna ma kala oga wey waxba ma ino ogaan وعنده ألا أكتيس وحاء مفاتيح الغيب غيب كفر ياشي ساعة غيب كفر ياشي ساعة ألا أكتيس يعني غيب كي وحفر الله لقدني غيب كالله كليا يا أكتيس أوي لا يعلمها موجة إلا هو ألم وياني ويعلم ألا وحوجها ما في البر بر جوح كسوني والبحر بدا وحو الله بأك سبحانه وتعالى وما تسقط مرد عضه من ورقة علاني إلا يعلمها ألا وحوجها subhanahu wa ta'ala markay soo dhacayso intay hawada soo socoto dhulka meeshay kaga dhacayso intaas oo dhanba og yahay wala habati firi ma jirto oo fi dhulmaati al-ardi dhulka gudhiisa ku jirta mugdiga dhulka ku jirta oo lagu abuuray ama ku badh jirtaba wala rabbi shay qoyani ma jiro wala yaabisin ku qalalani ma jiro illa u jirasa fi kitaabi kitaabku ma weeno al-adab loo nafuudku ku qoran yahay malaa'igtuna way ka shaqaysaa allahna kulli wada og yahay subhanahu wa ta'ala waxaa sidaa la inoogu sheegayaa allah aan qaybka isaga mooye cid kale oga jeereen allah caabida la ina leeyahay huwa alle alladii allah weeye yatawafaakum idin oofsan idin kahayn oo nafta idinka qaadi bilayli habeenkii wayaclamu alla wuxuu ogyahay maa jaraxtum waxaad shaqaynaysaan binnahaari maalintii uma yabcasukum wuu idin soo toosi fiihi finnahaari habeenkii markaad seexataan oo naftu idinka tagto maalintii wiil soo toosin maxaa liidi soo toosin oo naftu sidaa idinkaga maqnaan weyday liiqdaa in la guto oo la dhamaystirto ajal muddo musamman magacaabay oo qofkan isagoo jiifa naftiisii qayb ka mid ah laga qaaday waxaa loogu soo celiyey si muddadiisi u dhamaysto summa ilayhi alla xaggiisu marjicukum makaanu noqodkiinu ahaaday summa yunabicukum alla wuxuu idinka warramay idin soo hordhigay bimaa shayga kuntum adaa inta acmaluuna kuwa camal fala qofku markuu seexdo naftu gabi ahaan ka tegmayso qaybti ihsaaska ruuxdu ka tegmayso qaybti ihsaaska dareenka yaa ka tegayso la qaadaya tan noloshan xidhiid bay la leedahay allah baa sidoo u kala qaadi karaan marka meelaha la soo dhawaafsiin oo riyadan waxa la yiraahdaa manaamkan iyo waxbay soo arkay marka waxa la yiraahdaa intay dhexda soo socoto waxay aragto waa waxay ilowdo intay dhexda soo socoto waxay aragto waa waxay ilowdaan lay marka ilaahay sidaa idiin seexiyay ee haddana nafti idinku soo celiyey si aad muddadiinna u dhammaysataan wey way suluul ukhra allati waa kii suuratu zumar labada nafood midna sidaasa lagu sii qaaday tii nolole u dhiman tahayna waa la soo celin
وهو قال له إلهي قدري سالي نوشيك الله بأينا ما هذا كان شيفه وحبا ما أقول اسمه ما مشيت نفتادي ويتكتي قيبت إحساسك تكتي وهو قال له الذي قال له ويتوفاكم إذن أوفيي إذن كحيي بالليل هبين كون نفتي نقاضي قيب كمذا ويعلم قال له وحوقه ما جرحتم وحد شقين إيسان بالنهار مالنتي ثم يبعثكم قال له وإذن سوتوسن فيه في النهار محمد أنت اللي دين سوتوسن ليقضى إلا لما يسترته أجل أجل مسمى لما قعابي وقف كان لمشهدي سيئة ونفت ساسا لوسو علي ثم إليه إلى الله ثم رجعكم مكانه نقد كينا هذا ثم ينبئكم محويدا كورمي بما شيئا كنتم هذا إذا تعملونك وعمل فلا سلدا مسألة عجيبة وحل وحد سمي سيادونك هذا صدو سنة ترتين هذا لحنا هذا صدوات ترتين فرتي عاد سيدا ميلو سارتين قالوا صهر نجيا اقرأ كتابة اقرأ كتابة مركزها قفكا يا مؤمن كار مركز وربا كتاب في سميد كتاب لقصين مركزها دم بيجي وحيد دم بيها يا ميل قار اللي هو صهر نجيا ده كورتي تلو هو فشل ماي تميل قار اللي جيا الله دي دم بيجا مسمى سها كان كان مركز لوتي دم بيجي يا الله دي هو على قار دافعين بداقد يرى إلا إله إلا الله كقرن تاهي يا كفدة لصاري عمل كي حما أو دن كفدة كلا لصاري دول كيلتي واو ينبيكم ما كنتم تعملون وحير رمالين وكين الله الله وحال له ارتقي الله وحال له ارتقي هذا سيها قاجسه وهو القاهر الله كحكومة ويفوق عباده الدومدي صدوش هذا حكومة يعني الدومدي إلا حكم كدوشه إنك ساريها سوما حكم نديل إلا دوشه كساريها هذا الله دتك دشو كحكومه وي وهو الا القاهر ككا ادق ويو حكومه فوق عبادي ادمدي سنتو سودا ويرسلوا ديري الله وديرا عليكم دشين حفظه ملائك الى ليال حتى اذا جاء امرك او يمادو احدكم مدكن الموت غيردو توفتو ويكحين او نفتي سي بي قاضي رسولنا رسول جيد وهم يقولون الله يفردون كحد قد بما هيانو انت امرك لو شيه ام سمينيا روح لي هلا ذادين ما يان كواحد قد بما يان روح ذا مركز لقاضي يو قفك نفتي شو أنا أكسنتها نفي هاي في عني إيج أحد كفي عن كوتشر تاي صوبه إلى الله أنكو على سنين أصوب حرالك مركز سو قفك مو مكي حنون كمركا وحلاقي يا بقى إنه ندري مين بقى مركز ملاك كتر رحمة دي قط ما له يسوى يسوقين حنون كده كل سكرات كوا للدري مي أدب وفر حسين هاي إن النفط كبحه قفك كلنا النفي هاي حنتها ملائكة العذاب تبا إيمان نفي هاي حنتها صباح وجلسة حنكو جبت ميل حنو صباح عرا الله صباح والدين مركاسي سكرات كي بعد بيا مركا وحكي وحكرين لها إنه يجيب النقض الله سبحانه وتعالى وهم لا يفردون واسدا كوحد قد ما هي النفطة كوحد قد ما هي سيدي أقاد اللي يجيب أقاد وهو القاهر كحكومة ويقفوق عباده أدومي سدوشون ويرسل الله وديري عليكم دشين حفظة ملائك إلى ليالا انت ان نو الله دولك جوجن ملك با ان لا سودا كو وخ كا قورا كو كو الى ليا كو كا هاجيه كو ميل كو مريا حتى اذا جاء امرك يماد احدكم يمكن الموت غيرت توفت وحا كحين وروح دي سي قادي فصولنا الرسول ايدي وهم يقولون الله يفردون كو حد قد مايا سيدي او قاد لي دبي او قاد نفتين هلا دادين مايا هاي ثم ردوا وحا لو علين إلى الله الله مولاه مولاه الحق حقها وحل علينا يا وحوي ونفتي حق ألا لوجي نفتي مركي ملائكة قادو الله بيوجينيا أو تلذها يا تلذ الله بلوجين ثم ردوا وحل علين إلى الله هذه ملائكة اللي رواصوا رجلوا هذه ملائكة مركي نفتي قاد حق الله يقول غنيسة لكن نفسي ويوحى ألا لوجينيا ثم ردوا ذاتك وحل علين نفتي الله قادين نفتي إلى الله ألا لو علم مولاهم ما مله وضعها الحق أي حقها ألا له الحكم ألا هو يبي علم ذلية لين ألا تنبه بالينا له ألوصنا على الحكم ما مر وهو ألنا أسرع الحاسبين كوا حسابه أردن كوجود دق دق بدوي إلى حساب تيس هو دق دق إلى حساب تيس هو دق دق مركل إليه وح وقت أهي قادا مركو الله حساب تمي وح وقت أهي قادا مل وهو أسرع الحاسبين السيد عقل جانا يالي نوغو شيغي هل البدقسي قادن ميسا حساب الله سبحانه وتعالى الله وحليه ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا تنبها
له الله وحاسونا ذي برارجة ويجي الحكم وهو أسرع الحاسبين كوا حسابك وجدك دك بنوي قلوا حاتي لبال النبي الله محمد من أحد كيبا ينجيكم إذن كان نبتقل من ظلمات البر بر مقديال كيسا مركي قبل كردعوه يو البحر بدا مركا لحما حيسان تدعونه وادبر يسان مركا الظلمات كتبتان تضرعا خشوع ظاهرة يو خفية قرسودي مركا ساو حليدهين لين جانا هدون نقلين نبتقل من هذه تن لنكونن وحان أهانينا من الشاكرين كوا ألو وحدة هو ألا كتبه ألا وحيده ألا كلية له يعني هانين مركز هبين كي سعطان ميل مقدع وضادي كلنطان أو ميل قرد شيحة آدمرتان الله إذن بدبادين يا الله بدا مركز لح سعطان وحيده إذن ككال اللومان ودونت يا أي مهد بردين عو سعط بريقا دي قرآن كسود دي دون في عاني مترين دي دونت هو كوما طور هده كو سعطان الله بعد مركز وحليني سي هوسي سي ظاهرة إله اللي قلنا متقلي لو ما شاءت الدنيا من ذي مد جلسوا شاكرين بالنقل الله مركب ديب كتشو قد دب دتك واحد نقول مركب واحد ما مركب كبرهم بده توه إسكع عادي سيدنا سيدنا ذي وراني إسكع صعناية قلوا حاتنا من أحد كيبا ينجيكم إذا كنا بتجلين من ظلمات البر برجا مقديالك يسمك قدرك إذا دعوا أضحى وضان يو البحر بدة مركب صعتان تدعونه الله أكبر يسان تضرعا كر وقادد خشوع كر أه إيه وخفية قرسودي وهو سعد وحكى ليدهين محل ليدهين مركا لين جانا هدونا قلنا بتقلي من هذه تن لنكون نوحان وهان من الشاكرين كون موحدين تانو كمن نخن قلوا حاترا الله الله ينجيكم إذن كان بتقلي منها من الظلمات إذن كان بتقلي إيه ومن كل كرب مرق ودنبا ثم أنتم تشركون هذا لا شريك ليس أنا كور ربا للي مقديال كافرها بدن بدي يا برجع لباتوين كتيرة الله بعدين كنا بتجليني يا وح الله وح كربوه هذول كتيرة مع ذلك مسلكين بدن غنيسا إلا قف إلهي هنوني مويان قلوا حاترا الله الله ينجيكم إذا كنا بتجلين من هذه الظلمات كي إياه ومن كل كرب مرقوا دمبا ثم أنتم إذا كنتم تشركون الله والشريكين ليس قلوا حاترا معناه وحلق هذا مركب لبكوا هيستو مركب إلهي دبك كافي إذا توبك أنت توبك أنك أقصي سعوي قلوا حاتنا هو الله القادر ككروي على أن يبعث إنه صار عليكم دشين عذابا عذاب من فوقكم كرك إذا كذاك أنا عذاب أو من تحت أرجلكم لقيه إنه هاستوض أو خصف يدلكوا إذا لقوا أو يلبسكم ويسكوك خلضه شيعا كوح كوح إذا كوا ويسكوك نهار كأنا ويذيقوا الدنسيه بعضكم قاركين بأس بعض قارك كلا دبات ديس انظر بل ايق باليني كيف سيدا نصرف الآيات آياتها أن أقد قدين وعدين هذا بدين عيدين كاينين ومر بدين عيدين كعقل علينين ثم انظر ايق بالي كيف سيدا نصرف الآيات آياتها أقد قدينين وددك وعقل علينين لعلهم يفقهون سيوحون فهما انت صور عبارة يا اللي إلو قشيك توحيدك يا إسلام مدي وناك انت صو عباره كلا دوان ومدبو معنى قوني اسمينيس بل انت وحلله ان يددك فهمان قلوا حاتنا بال النبي الله محمد هو الله القادر ككروي على ان يبعثها انه الدراء عليكم دشينا عذابا عمي فوقكم وعذاب ايو لقحان ايو وحقب ايو وحدر انكور كيدن كرسو داري ومن تحت ارجلكم الوين نوسي سبلولك اذن لقويو اذن لقريرو ناري كسو بحضو أو يلبسكم ويسكوكين خلدو يسكوكين هركانو شيعا لدكو كوح كوحا ويذيقوا الدنسية بعضكم قاركين باسا بعض قارك كالي لبكيسا وهذا قالك قبيالة انظر بالآيك كيف سيدا نصرف الآيات آياتها أن أقوقت قدينينو لعلهم يفقهون سيئي وحفهمان انت عبارة لإنه كاني وكذب ويبيني به قرآنك قومك قومك قوم النبي الله محمد وهو الحق إسقان حق قلوا حاتنا لست مائه بوكيل مسؤول كيك عليكم دفين أنا حفيدين كمين أنا واندين كاني واني شو قرسي مركا أنا إذن كما قصب كروي إذن كما قصب كروي إذن مرد عسين كرو دان ألا إذن دعسينين إذن كنا حق دون إذن نقنن أنا كوكيل إذن كمين واحد بإذن كين قاري مائي
وكذب وي بينيين به قرآنك قومك تلك وهو قرآنك الحق كذبت أوي وبيك مدبعانك قل وحاد كتنا هذا لستميه بوكيل كم مسؤوله حافظ عليكم دشين إذن كهذا أما قاتا أما قادنين أنا إنت إصارين وإنت أنا دين شاك لكل نبأ ورول بوحاوسه المستقر حقيقه وقت اللي قاله مستقر السجنان يعني وقت اللي قاله حقيقة ديسة لو تجيه وسوف تعلمون وادن أجان دونها ورك حقيقة ديسة اللي قاله دونه وحكم القرآن ككريم كه وحوش يجيه ولا قاله حقيقة ده هو رسالة قاله وحوي مارك الله دنتو مركز هذا آخرات جود قلي ملائكتي يو تي خير كي يتي عذاب تي وحي سيدا لو يه قيامة الجو إيمانا يا مركز دمبي قيامة الجو إيمان وروا اللي بحقيقه ليه اللي قاله هذا ور الله شيءه ولا قد يفسقون وقت قال قاله وروا اللي بحقيقه ليه لكل النبأ وروا اللي مستقر الحقيقه ليه وسوف تعلمون وأن أجندون تان ورك حقيقة ديس وإذا رأيتها مركز نبي الله محمد وأركته الذين كوا يخوضون الدحجلة يأردن بنايا في آياتنا آياتها يقو عاي وكجيس جيسي مركز أركته فأعرض عنهم كجيسو حتى يخوضوا إلى أردن بنان في حديث شيكو غيره قرآن كغير كيا وما ينسينك هدوك اللوسيو الشيطان الشيطانكو فلا تقعد خلف ريسان بعد ذكرى حسوس كذب مع القوم قوم كالظالمين الظالمين تا مركز مركز للي يهي هذا الشيخ كلا قد القرآن كدعاية ديسي جيسيس كي صدح قلان كسي جيسو كسي جيسو داسي وماشا أقود دميسيه كهداد أفكا وحكاقي قبن كروي كتاقوي إلا الشيخ كلا قلان نبي قلنا دي ذاتك ولا فريسان شيري الدعوة دقارسين شيري وضبعا ولا فريسان شيري مركا القرآن كدعاية دي سب اللابان كتاق بالي وكسي جيسو كتاق مركا الشيخ إلا الشيخ كلا قلان haddii inaad ka tagto oo ka jeetato sheeydaanku ilaa siiyo waradad xusuusato diba loo fadhiisan marka nabigu de bani aadam buu aha xaq rasuulnimada iyo khayru khalqillaah iyo ibaadada iyo xaq dhinaca tiicidunkum gaadu adduunka khayru khalqillaah buu aha laakiin de xaq bani aadamnimada wixii dadka soo mar un baa mar inama ana basharun waa kan nabigu yiri waabaani loobi inama ana basharun waa kan nabigu yiri marka wixii bani aadamnimada gaajada iyo ilowshaha iyo hurdada iyo waxa way bani aadamku kala mid yahay laakiin xaqqa fadliga iyo khayru khalqillaah iyo xaqqa waa ka gooni way wada raayta marka aad aragto alladina kuwa yakhuduna dumbanaya oo dhex galaya fi ayatina ayadaha iyagu caay oo daayadeen faarid aanum ka jeeto oo iskaga tag hata yakhudu ilaa dhex galaan fi hadithin hadithu qayrihi qayrti ah wama yusayna ka shaytaanu shaydaanku haduu ku ilow siyo فلا تقول تفري الله فريسني بعد الذكاء حسوس كذب مع القوم الظالمين قوم كظالمين ثا وما على الذين وما على الذين كيدش هذا ما هي تقونا الله كبقي من حسابهم حسابته هذا حق هذا من شيء قفك الله كبقي مؤمنين ثا حساب تاضه كوا قال هذا حساب تاضه مؤمنين ثا مدل سارة كوا حق ذي ذياشة حساب تاضه دم بكستها قلا maxaa ka galay muuminiinta maxaa ka galay way macnaha inay waxa ka qaban karaan ee suura gal ma aha way ku adag tahay wama cala alladina ku dushooda ma aha yattaquna alla ka baqayni xisaabihim gaalada xisaabtooda iyo xisaabtankooda dhibaatadooda amalkooda waxba dushooda ma saara min shayin wama cala alladina ku yattaquna min xisaabihim xisaabtooda xaqada min shayin shayna kama saara walakin dikra wana saara qofka muuminiinta kuwa xunxunka amalkooda waxba kama saaray iyo xisaabtankooda walakin aleem dushooda waxa digtaa waanin ay u dadka waaniyaan laaloom yataquna waa laga yaba inay alla ka baqaanay soo waanto ma walaga yaba muuminiinta waana lagu leeyahay gaalada xisaabtooda iyo dhibaatooda la yimaadeen muuminiinta ma dul saara walakin digtaa waana dul saaran muuminiinta laaloom yataquna si ay kuwa la waaninaya ay u waantoomaan oo allahooda uga baqaan wallahi subhanahu wa ta'ala.